جابر بن سالم بن فاران المري متابعا لهذا الانطلاق المثير. العنود مع المركز الثاني تنطلق ايضا وتاتي ايضا مع المركز الثالث الشاهينيه بشعار هجن العاصفه وانطلاقه الواثق حمد بن راشد بن غدير والانطلاق من الجانب الاخر. من الجانب الاخر اردت تسلل القدوم والانطلاق من طلايع من بدت تتسلل مع المركز الثالث طلايع بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم ومتابعة المحنك سعيد بن راشد بن غدير. بينما اذا انطلقنا مع المركز الخامس بأرى التحديات، أرى الانطلاق أيضا والقدوم من مزحة اللي بدأت تتسلل تنطلق بهذا الأداء المثير مع المركز الخامس شعار هجن العاصفة وانطلاقة الواثق حمد بن راشد بن غدير. من يتابع انطلاقة مزحة مع المركز الخامس. سادسا مشاهدينا متابعينا الكرام، القدوم والانطلاق والتحديات من الشاهينية مع المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة سعيد بن محمد بن مروشد. ننطلق مع المركز السابع والتحديات القادمة، الانطلاقات المثيرة من المتحدة بشعار هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. من يتابع انطلاقة المتحدة من تنطلق مع المركز السابع والثامن مشاهدينا متابعينا الكرام، رهني نجدة مع المركز الثامن، نجدة بشعاره سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم عمر بن مطر بن لاحج. من يتابع انطلاقة نجدة مع المركز الثامن. تاسع التحديات مشكورة التابعة لهجن الرياسة وانطلاقة عيسى بن احمد بن مايد الخيلي. بينما اذا انطلقنا مع المركز العاشر بأرى بطسوغان تاتي عاشرا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة مسري بن سالم بالعرطي الحميري. هذه النتيجة مشاهدينا. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المذاعة والمتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط ومغادرتنا للوحة الثلاثة كيلومترات مع هذا الاندفاع المثير مع هذا الانطلاق الرائع. نسير بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع التحديات المثيرة والقدوم في هذا الاندفاع المتميز. الصدارة والمقدمة وأرهني توزيع على رأس الحرب يا الرشوط منذ البداية، توزيع بشعاري هجن الشحانية وانطلاقة جابر بن فاران المري. من يتابع انطلاقة وتحديات توزيع وهي على رأس الحربة منذ البداية تنطلق بالمقدمة توزع مهام هذا الشوط مع هذا الاندفاع المثير ومع المركز الثاني. التسلل، الانطلاق أيضا، التحديات في هذه اللحظات من العنود التابعة لهجن العاصفة وانطلاقة الواثق حمد بن راشد من غدير. من يتابع هذا الانطلاق المثير. تحدياتنا مثيرة، انطلاقاتنا رائعة. Yeah.
ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثالث، وأرى مزحة تنطلق مع المركز الثالث، تليها الشاهينية تاتي رابعا أيضا بشعار هجن العاصفة ومتابعة وانطلاقة الواثق حمد بن راشد بن غدير. تحدياتنا مستمرة، انطلاقاتنا رائعة، ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، مع المقدمة، مع توزيع من تنطلق من تندفع بناموس هذا الشوط، توزيع بشعاري هجن الشحانية وانطلاقة جابر بن سالم بن فاران المري والمغادرة للوحة الألف والميتين متر النهائية، لوحة الإعلان غادرناها غادرناها. والرقص أيضا ثنائي ثنائي على مقدمة هذا الشوط، توزيع والعنود العنود وتوزيع اللحظات اللحظات الأخيرة، التحديات المثيرة، توزيع على رأس الحربة، والعنود بدت تعاند ولكن توزيع مصرة أصرار الفوز والتحدي والانطلاق المتميز، ولكن العنود بدت تشكل الخطر، بدت بالانطلاق، بدت بالتحدي، بدت الإثارة، ما شاء الله تبارك الله، عاندت العنود، انطلقت اندفعت بناموس هذا الشوط بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة ومتابعة وانطلاقة الواثق حمد بن راشد بن غدير. من يتابع انطلاقة العنود، توزيع تحاول ولكن العنود قفرت على مجريات هذا الشوط. تهانينا من الأعماق لهجن العاصفة على فوز العنود بالمركز الأول، تهانينا موصولة للمضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. ولحظات وصول والعنود إلى خط النهاية بدت تباعد في اللحظات الأخيرة. تهانينا من الأعماق لهجن العاصفة على فوز العنود بالمركز الأول، ولحظات وصولها إلى خط النهاية، توزيع مع المركز الثاني من هجن الشحانية والمركز الثالث. هذه لحظات وصول المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، الشاهينية من هجن العاصفة، المركز الرابع تصل فيه نجدة لسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، والمركز الخامس مزحة من هجن العاصفة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول العنود إلى خط النهاية تأتي بتوقيت زمني مقداره. هذه لحظات الوصول 9 دقائق بالتأكيد و7 ثواني و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني موصولة دائما للواثق حمد بن راشد بن غدير. توزيع تصل مع المركز الثاني بشعار هجن الشحانية، الشعار الأدعم. 9 دقائق 9 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لجابر بن سالم بن فاران المري على حصول توزيع المركز الثاني، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث الشاهينية تأتي بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق. هذه لحظات الوصول 9 دقائق 17 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني